مرحبا بك. الله يبارك فيك. إيمان بن عباس صاحبة المرتبة الأولى والتقليدية من باتنا بعد 1955. الله يبارك الرئيس. أهلا 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 يعطيكم الصحة. ثم بارك الله فيكم اللي حضرتوا البنت لهذا المستوى هذا. الله فيكم. مرحبا بك. مبروك عليك. الله يبارك فيك. اسمي مرتس منار من بلدية كشكو في ولاية قنمط، حصلت على شهادة البكالوريا دورة تجوان في 2022 بمعدل 19.23 وحدة المرتبة الثانية وطنية. متشرفين. الله يبارك، مبروك عليك ومبروك على الجزائر. تفضل. الأول تحية سيدي الرئيس. مرحبا. شرفتينا سيدي الرئيس. الله يبارك الله فيك، أنت اللي شرفتنا بهذا. لا أنت شرفتنا بهذه المقاطعة الفرصة الثانية. لا هذو ولادنا، هذو المستقبل تاع البلاد. سيدي الرئيس بارك الله فيك. صحيح.